اخوتي اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا في هذا الفيديو سأتكلم عن الفحص الطبي. تكلمنا من قبل عن التأشيرات وكيفية اصدار التأشيرة وعمل تأشيرة على موقع وزارة الداخلية. الان سنتكلم عن المرحلة ما بعد التأشيرة، اي ان الشخص اصبح داخل البلاد وبطبيعة الحال من دولة لا تنتمي إلى دول الكيوفيسي اللي موجود بها مركز تأشيرات قطر. فبعد الدخول إلى قطر يجب أول مرحلة عمل الفحص الطبي. فالطريقة جد سهلة حاليا، تدخل على الموقع الخاص بوزارة الصحة ألا وهو mcfifa.mof.gov.qa، الرابط موجود تحت. فندخل البطاقة الشخصية للشخص المفوض بالشركة، لأن بعد الدخول بالبطاقة نجد هنا أسماء الشركات الموجودة على هذا الشخص والمسجلة كبروفايل بالنسبة لوزارة الصحة. فنختار فقط أي شركة نريد، أو في حالة شركة أو في حالة شركة جديدة عفوا نعمل تسجيل كومباني يوزر، نعمل رقم قيد المنشأة الخاص بالشركة، وعند البحث سيدخل الشركة ويعطيك أن تدخل رقم التليفون والإيميل إلى آخره. إذا هنا سأدخل في حسابي، سأختار شركة من الشركات. هاي الشركة بروسيد. هنا الموقع الجديد الخاص بوزارة الصحة والتسجيل على الكوميسيون الطبي أو الإجراءات الفحص. فهنا نجد اسم الشركة، وهنا اليوزر الذي أنا داخل به إلى النظام لو الخاص بي. كما تلاحظون هنا نجد إن كان هناك أي موعد أو المواعيد الخاصة باليوم أو المواعيد التي بعدها. سألخص العملية بطريقة سريعة. نذهب إلى Registration، وهنا نعمل رقم التأشيرة، نعمل registration هون، ندخل بالتأشيرة رقم جواز السفر، رقم الهاتف الخاص، وهنا نختار Medical Fitness for Residency، أي أنه للعمل. بالنسبة للبنات هي خاصة إن كان الشخص حامل أو لا، يمكن. بعد ذلك نعمل Validate. فعند تأكيد الطلب ستذهب إلى Payment. عند الانتهاء من الطلب ستلاحظ أن الطلب قد أصبح هنا على Registration. فقط تدخل صورة الشخص المراد عمل الفحص الطبي الخاص به. بعد ذلك تذهب إلى Payment، ستجد البيانات موجودة. في حالة عدم توفر البيانات هنا فممكن تبحث برقم
التأشيرة. إذن في البيمنت بعد دفع الرسوم نذهب للأبوينتمنت أي الموعد. فهنا في الموعد غالبا شيء مهم أنه لن تجده هنا، بس نعمل ديزيبل للفود هاندلر لأنه باي ديفولت افتراضيا يعني يأتي مباشرة بالشواهد الصحية وليس الميديكال بخصوص الإقامة، فلو عملنا ديزيبل راح يبينهم. إذا بعد أخذ الموعد من هنا فقط ما هو عليك تشيك availability، لما تضغط عليها تأتي الأجندة بالأيام والتواقيت الموجودة. بعد الانتهاء ستجدها هنا بالبرينت ريسيبت، فقط اطبع واذهب به مع نسخة من جواز سفر، نسخة من التأشيرة، والإيصال الخاص بالكوميسيون الطبي إلى مركز الفحص الطبي. ستجد تحت الفيديو اللينك الخاص بالميديكال واللينك الخاص بموقع الفحص الطبي، وشكرا.